السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدي الأحبة بحلقة جديدة من حصاد الأيام وأبرز زيارة الأربعين مرونة حركة الزائرين والاستعداد للتفويج العكسي شعيرة الأربعين محطة مهمة تدل على وعي الأمة وفرصة التنافس الإيجابي للخدمة حياكم الله مشاهدي الأحبة وعظم الله أجوركم بذكرى أربعينية الإمام الحسين عليه السلام ومع الدخول في الدقائق الأخيرة للعد التنازلي لزيارة العشرين من صفر ورغم الأعداد المليونية المشاركة في هذه الشعيرة ولا تزال الخطة الخاصة بهذه المناسبة تسير بإنسيابية عالية وبمختلف القطاعات جهود حكومية وتطوعية على مختلف محاور المدينة المقدسة تعمل بتنسيق عالي المستوى وتتسم بالمرونة استعدادا لكثافة الأعداد الداخلة لها ومرحلة التفويج العكسي التي ستبدأ بعد ساعات من الآن فالجميع في كربلاء وعلى امتداد الطرق الواصلة لها حريص على أنجاح هذه الزيارة لدلالاتها الكبيرة أما في ملفنا الثاني في حصادنا لهذه الليلة وفي أبعاد هذه الزيارة من الناحية المعنوية فيمكن اعتبارها فرصة مهمة لتلاقي الأمة فعام بعد عام تؤكد الوقائع أن الحسين عليه السلام هوية المحبين لأهل البيت الكرام عليهم السلام فالزيارة حادثة استثنائية بالغة الأهمية وظاهرة تخرج عن نطاق المألوف من الظواهر الإنسانية اللي يتجاهل بها المشاركون يتجاهلون الظروف المناخية وأوضاعهم الصحية والمادية فالجميع تحت كنف سيد الشهداء أمم تتصالح وتتواصل وتتحاب وتتزود من إلهام كربلاء قبلة الأحرار ومنارة العشق الحسيني هذين الملفين مشاهدي الأحبة راح نتابعهم في حصادنا لهذه الليلة ونناقشهم مع ضيوفنا الكرام تتفضلوا بقاء ويانا ومتابعة حياكم الله مشاهدي الأحبة بهذا الملف أرحب بضيفي الكريمين من كربلاء المقدسة عبر الأقمار الاصطناعية الأستاذ سجاد الأسدي مدير العمليات في قيادة عمليات الفرات الأوسط للحشد الشعبي حياك الله ضيفا كريما وكذلك الأستاذ علي الميالي نائب محافظ كربلاء المقدسة أهلا ومرحبا بحضراتكم أبدأ من السيد سجاد الأسدي وأسأل حضرتك عن دور هيئة الحشد الشعبي اللي كان مبكر في الاستعداد لزيارة الأربعين بالتالي إذا بدأنا من العمليات الاستباقية لصحراء الأنبار واتصالا بتأمين طرق الزائرين ووصولا دورهم في المساهمة بإجراءات التنظيم ونحن شارفنا على انتهاء الزيارة كيف كان دور الحشد الشعبي؟ بسم الله الرحمن الرحيم عظم الله لكم الأجر حقيقة بتوجيه من السيد رئيس هيئة الحشد الشعبي المحترم والسيد رئيس أركان هيئة المحترم باشرت قيادة عمليات الفرات الأوسط بالتنسيق العالي مع القطاعات الأمنية على مستوى قيادة عمليات كربلاء وقيادة شرطة كربلاء والمحافظات ضمن قاطع مسؤولية الفرات الأوسط لعمليات استباقية ضمنت عمليات تفتيش واسعة في منطقة البحيرات والجرف والرفيع وكتفي الرزازة بالإضافة إلى شمال وغرب كربلاء هنالك تفتيش في بادية النجف خطة أمنية موسعة أعدت من قبل قيادة عمليات الفرات الأوسط انتشار على كافة المحاور جهد فني استخباري عالي بالإضافة إلى انفتاح القطعات هنالك جهد فني يأمن ساتر فني عن عبر الكاميرات الحرارية والطيران المسير والجهد الاستخباري طيب جد ترحب بحضرتك الأستاذ علي الميالي نائب محافظ كربلاء المقدسة كيف تجري حاليا عملية الدخول إلى المدينة المقدسة ومرونة العمل بالخطط الموضوعة والخدمات المقدمة Yeah.
حقيقة كما تعلمون اليوم الذروة، واليوم ندخل في دخول كل الزائرين اللي هم حاليا في مدينة كربلاء. اليوم أكثر من 3,566,000 دخلوا لكربلاء من منافذ جميع المنافذ والمطارات. اليوم أكثر من 800 فندق دخل الخدمة، وتم كل المناطق القديمة بما فيها دار خانة. واليوم يبدأ العد العكسي والتفويج العكسي لثلاث محاور اللي هي محور بغداد كربلاء ومحور بابل كربلاء ومحور النجف كربلاء. كما تعلمون السيد رئيس معالي السيد رئيس الوزراء اليوم أستاذ علي، أستاذ علي اسمح لي أن أنتقل للسيد سجاد الأسدي. هاي الزيارة أستاذ سجاد تميزت باستخدام تقنيات حديثة، واحدة من هاي التقنيات هي موضوعة الأمن. شلون ساهم هذا الموضوع في التخفيف والتعضيد من الجهد البشري؟ حقيقة لدى الأخوة في هيئة الحشد الشعبي وخاصة معاونية الاستخبارات ومديرية الأمن أجهزة فنية حديثة متطورة على مستوى الكاميرات الحرارية تصل أكثر من 15 كيلومتر ليلي نهاري، بالإضافة إلى ثلاث أنواع من الطيران المسير الواطي والتكتيكي والعالي، يصل مدى إلى أكثر من 200 أو 250 كيلومتر، وينقل إشارة ضوئية وإشارة مباشرة إلى غرفة العمليات الموجودة ضمن قاطع عمليات الفلاطة المقرها في كربلاء المقدسة. كذلك هناك تنسيق وفتح غرفة عمليات مشتركة مع الأخوة الأجهزة الأمنية سواء الاستخبارات والمعاونيات وجهاز مكافحة الإرهاب والأمن الوطني، تتقاطع المعلومات وبالتالي نحصل على معلومة دقيقة وجهد فني مضاعف، ونقلل من الزخم البشري والموارد البشرية. حقيقة خطة متكاملة وعدت من قبل معاونية الاستخبارات لمسح المنطقة بالكامل، بالإضافة إلى وجود أجهزة تشويش ومتابعة ورصد ضمن قاطع المسؤولية وخاصة في شمال بابل وشمال وغرب كربلاء، باعتبار التهديد الأول هو تهديد داعش، تنظيم داعش في هذه المنطقة. لحد هذه اللحظة وإحنا نعيش الذروة ليلة 20 من صفر، لم يوجد أي خارق أمني في قواطع المسؤولية. طيب، يعني هذا الموضوع لم يأتي بيوم وليلة، ولكن هذا بجهود متضافرة وخطط استباقية كبيرة. ونحن نعلم أن الحواضن والجيوب الرخوة والخواصر الرخوة لداعش ما انفكت أن تكون هنالك بين الحين والآخر. في هذه الأثناء خلي الأستاذ علي الميالي حياك الله مجددا، ونسأل جنابك عما كنت تفضل به لزيارة رئيس الوزراء وقبل ساعتين من كربلاء المقدسة، شدد على أهمية إتمام خطة الزيارة وفق ما مرسوم إلها والاستعداد للاحتياجات الطارئة. ماذا أضافت زيارة رئيس الوزراء من دعم إضافي لتنفيذ هذه الخطة الموضوعة؟ ما تسمعني أستاذ علي؟ نعاود الاتصال بحضرتك مرة أخرى. وبعد ساعات من الآن راح تبدي مرحلة التفويج العكسي للزائرين أستاذ سجاد، شنو طبيعة الاستعدادات والإجراءات لهذه العملية؟ الجهات المساندة، وزارة النقل، المحافظة، الحشد الشعبي. وقبل أن تجيبني خلينا أتمم الفكرة مع السيد علي الميالي. أستاذ علي إذا كنت تسمعني الآن، أسمعك الآن. أسمعك، نعم. تفضل. أسأل حضرتك عن زيارة رئيس الوزراء لكربلاء المقدسة قبل ساعتين، شدد على أهمية إتمام خطة الزيارة وفق ما مرسوم لها والاستعدادات المستجدات والاحتياجات الطارئة. ماذا أضافت هذه الزيارة من زخم إضافي للخطة الموضوعة والمنفذة؟ أحسنتم. يعني هذه السنة تختلف عن السنين السابقة، يعني من خلال متابعته من المنافذ إلى المدن المحاذية، دخول الزائرين من الكوت والنجف والديوانية والسماوة أولا بأول، وإدخال الوزارات الساندة بالبدء دخلها في واسط، وبعد ذلك نقلها للنجف، ووزع المحاور ووزع
المهام، مما أدى إلى تخفيف الثقل والكاهل اللي يكون على الحكومة المحلية. وهذه الخطوة تحدث لأول مرة، وأسس هيئة الحج المليونية لتكون الرؤية المستقبلية لهكذا زيارات. كما تعلمون نحتاج إلى كثير من الأمور للزيارات المليونية، ولا تكون آنية عندما تأتي الزيارة. اليوم السيد رئيس الوزراء هو بنفسه يشرف على هذه الخطة، سوف يكون هناك للسنين القادمة نجاحات أكثر وأكثر. يوم فتح طريق بغداد كربلاء ووزع المهام على هيئة الحج والعمرة ووزارة النقل والحكومة المحلية، هذا كان عن رؤية واستشارات مع الحكومة المحلية والحكومات الأخرى في المحافظات الأخرى. طيب، نفس هذا الموضوع الأستاذ سجاد سألت حضرتك، يعني نعم، انه بعد ساعات راح يبدي التفويج العكسي للزائرين، شنو طبيعه الاستعدادات والاجراءات اللي راح تتخذها الجهات المعنيه؟ حقيقه هنالك دعم متواصل من قبل هيئه الحج الشعبي بموضوع رفض الياتها وتسخيرها في خدمه زائري ابي عبد الله الحسين، وخاصه هذه السنه كان على عاتق هيئه الحج الشعبي، هو المحور الرئيسي والمهم هو محور كربلاء النجف. حاليا اذا تشاهدون جنابكم جناب المشاهد الكريم انه محور النجف حاليا جاي يشتغل بالتفويج العكسي من الصباح الباكر، عندنا تفويج عكسي، عندنا باصات وكوسترات خاصه لنقل الزائرين مبرده تحمل الزائرين من كربلاء باتجاه النجف الاشرف. بدا عندنا اليوم الساعه 6 صباحا التفويج العكسي، ولحد هذه اللحظه هنالك دخول وخروج عجلات النقل باتجاه التفويج العكسي وباتجاه المحافظات الاخرى. لحد هذه اللحظه لا يوجد قطع في محور النجف كربلاء، وجود مواردنا البشريه وقطعاتنا في موضوع تنظيم السير وحركه السير دخولا وخروجا. طيب استاذ علي، دور محافظه كربلاء في قضيه التفويج العكسي اذا ما بقينا بها، ويعني الحمايه، يعني اذا سمعنا استاذ علي، استاذ علي تسمعني واضح؟ طيب استاذ سجاد، يعني قضيه التفويج العكسي قضيه مهمه جدا، وهنا راح نسال عن حمايه الطرق المؤديه يعني بارجاع الزائرين لمحافظاتهم والطرق الواصله للمنافذ الحدوديه. ايضا هذا الموضوع اطلعت به هيئه الحج الشعبي بالاستقبال، بالتفويج العكسي شلون راح تكون حمايه هذه الطرق؟ حقيقة بتوجيه مباشر من هيئة الحج الشعبي وقياداته حاولنا نرتب الوضع في موضوع المنافذ. حقيقة في بعض المنافذ هناك بنى تحتية متهالكة، وفرنا ساحات نظامية وكذلك وفرنا محطات وقود لعجلات النقل والتفويج العكسي، خاصة في ساحة الشوملي باعتبار محطة وسطية بين الكوت وبابل باتجاه النجف وكربلاء المقدسة. حقيقة هيئة الحج الشعبي في كل معاونياتها وصنوفها تحاول توفر أفضل الخدمات، فتح مواكب رئيسية توفير وجبات طعام في موضوع التفويج العكسي. لحد هذه اللحظة عندنا جهد فني استخباري موجود في الجو يأمن الطريق، لكن حقيقة معاناة واحدة فقط، هي أنه أغلب الزائرين أغلب السواق يتجاوزون السرعة المحددة في الطرق اللي لا تسع لهذه العجلات، بالتالي جاء نفقد كثير من الأخوة في موضوع الحوادث المرورية. جهد موصول من الأخوة مديرية المرور في كربلاء المقدسة يحاولون يرصدون هذه الحالات، لكن لحد هذه اللحظة إن شاء الله تسير الزيارة بإنسيابية عالية وتفويج عكسي هائل. أرجع سؤالك السابق للأخ النائب، أنه توصيات السيد رئيس الوزراء في ملفين مهمين، هو الأول كان الأمني. لحد هذه اللحظة انتشار قطعات الحشد الشعبي والقوات الأمنية على المحاور الرئيسية، بالإضافة لعدنا جهد فني وقطعات موجودة على الخط الاستراتيجي وعلى بادية النجف، الغاية منها تأمين كل القطعات وكل الموارد باتجاه مسالك الزائرين. هنالك قطعات تبقى للصباح الباكر تنظم عملية السير وكذلك في التقاطعات، دور متميز للأخوة في مديرية الأمن في فك الاختناقات في التقاطعات والمسالك الزائرين للزائرين. هنالك جهود استثنائية من كافة المعاونيات والمديريات بإنجاح هذه الخطة المتكاملة، وكذلك أشاد وأكد السيد رئيس الوزراء على موضوع النقل والتفويج العكسي وتوفير عجلات تليق باسم الزائرين وسمعة هذه الزيارة المليونية لإيصال الرسائل لكل الدول أن هناك بلد آمن وهناك خدمات متكاملة. خاصة كنا نعاني، وفي خاصة كنا نحسب الحسابات في موضوع الصيف،
لكن لحد هذه اللحظة لا يوجد نقص في ماء الشرب ولا الماء البارد، وهنالك برادات ثلج، وهنالك أكثر من 10 معامل توفر الثلج في مدينة كربلاء تابعة إلى هيئة الحشد الشعبي. طيب، توفير كل هذه المستلزمات، يعني برأيك أستاذ سجاد، هل هو ما شجع الزائرين من الداخل والخارج للإقبال نحو أداء زيارة الأربعين؟ نلاحظ بأنه تزايد الأعداد عام بعد عام. حقيقة نأمل إن شاء الله كأحصائية أولية، الأخوة في العتبات طلقوا أحصائية أولية في مدينة كربلاء أنه إن شاء الله يتجاوز هذه السنة عدد 24 مليون زائر إن شاء الله. عندنا فقرة مهمة أنه الخروج حاليا نسبة 30% خروج من كل المنافذ، بالتالي هناك جهود استثنائية، كذلك بإشراف مباشر من السيد رئيس اللجنة العليا اللي هو وزير الداخلية على موضوع المنافذ والمطارات وكذلك القطارات، انسيابية عالية في الدخول والخروج، خدمات من كافة النواحي، موضوع المبيت والمأكل والمشرب، بالإضافة طرق ومسالك الزائرين مؤمنة بألمنة. اليوم نشوف تلاحظون مسير الزائرين صباحا ومساء وليلا حتى الصباح، وجود جهد استثنائي من اجل توفير افضل خدمات للزائر الكميل، خاصه الزائر اللي يجي من خارج البلاد، معزز مكرم يدخل الى البلد الحبيب العراق ان شاء الله، وخاصه في كربلاء الحسين، كربلاء المقدسه، لتوفير افضل خدمات. طيب، لاحظ انه الاجهزه الامنيه ومن ضمنها الحشد الشعبي ما راح ياخذون اللي نسميه استراحه مقاتل، بالنتيجه راح يبقى هذا الضغط والزخم وحالة الإنذار وأداء الخدمة مستمرة، باعتبار أن الزائرين بعد أداء زيارة الأربعين في كربلاء في الأغلب يتوجهون إلى النجف الأشرف ويمكثون يعني هناك لإحياء ذكرى استشهاد النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، بالتالي إدارة هذا الزخم كيف راح تكون؟ حقيقة عادين خطة متكاملة، وخاصة في منطقة بالنسبة لسامراء والنجف وكربلاء، بالإضافة لكل المنافذ هناك إنذار 100% لكل قيادات الحشد الشعبي وقطعات هيئة الحشد الشعبي، وإن شاء الله راح يكون وجود متمثل في هيئة الحشد الشعبي في مدينة النجف الأشرف وكذلك في مدينة سامراء، انسيابية عالية وخطة أمنية متكاملة، وإن شاء الله راح لنا حضور في موضوع الدعم اللوجستي وكذلك موضوع عجلات النقل، بالإضافة إلى فتح مواكب رسمية ورئيسية باعتبار التفويج العكسي، راح يكون ضغط على مدينة كربلاء في موضوع المأكل والمشرب، إن شاء الله عادين خطة أمنية وخدمية وصحية متكاملة لخدمة زائري أبي عبد الله الحسين وخدمة زوار أمير المؤمنين عليه السلام في موضوع استشهاد النبي يوم 28 صفر إن شاء الله، أنه وجود قوي في المنافذ وفي مدينة النجف الأشرف. أستاذ سجاد، ما حصل يعني ضمن الخطة أنه كانت هي الخطة مستوعبة لهذه الأعداد، لما حضرتك تتكلم عن إحصائيات أولية لربما سيتم الإشارة إلها، يتجاوز عدد الزائرين 24 مليون، كان هذا الموضوع بالحسبان أم أن الخطة هي شاملة ووافية لهذا العدد؟ حقيقة هناك دراسة قبل محرم أعدت وكان عندنا تقدير موقف صحيح بعد ما كان وزير الداخلية التقى بالطرف الثاني الجانب الإيراني، وكان عدد الإحصائيات الرسمية هي 4.5 مليون فقط من الجانب الإيراني، بالتالي كانت الإحصائيات متوقعة، ولكن هناك لجنة شكلت من أجل معالجة المعاضل اللي راح نعاني منها، وفعلا تمت معالجة هذه المعاضل وهي موضوع الماء والثلج والخدمات وبالأخص موضوع ملف النقل، كذلك لا ننسى الدور المتميز بالأخوة من معاونة الطبابة، وفرنا في منطقة الفرات الأوسط أكثر من 20 مستشفى وأكثر من 75 مفرزة، بالإضافة إلى انتشار أكثر من 150 إسعاف جوال ضمن قواطع مسؤولية الفرات الأوسط. فقط عندنا كمنتسبين هيئة الحشد الشعبي في عملية الفرات الأوسط في قاطع عمليات الفرات الأوسط أكثر من 20,000 منتسب يؤدون الخدمة في مجال الأمن والانضباط وكذلك توفير الخدمات للزائرين. موضوع افتتاح مشروع الربط السككي بين العراق وإيران وانطلاق المشروع قبل أيام، برأيك بنظرة استشرافية مستقبلية هذا الموضوع راح يخفف الزخم على المنافذ الحدودية أو حتى على الإجراءات الأمنية اللي متخذة كل سنة، تعتبر أنه هذا المشروع راح يكون حل استراتيجي لتنظيم عملية دخول الزائرين؟ حقيقة يحتاج لنا على مستوى العراق وخاصة في كربلاء والنجف يحتاج لنا مشاريع استراتيجية مهمة، موضوع السكك وموضوع القطارات، بالإضافة إلى وجود طرق بديلة خارج المدينة، مثلا يحتاج إلى طريق رسمي يربط بين النجف وكربلاء اللي هو الخط استراتيجي، يحتاج إعادة إعمار به، يحتاج لنا أنفاق
ومتروات وطرق حديثة من أجل توفير أفضل خدمات. حقيقة عندنا مشكلة بين كربلاء والنجف في طريق يا حسين، طريق فقط العرض مالته فقط 5 إلى 6 متر، بالتالي يحتاج إلى توسعة هذه الطرق وإنشاء مواكب رسمية خدمية صحية طبية متكاملة، لأنه هذه الظاهرة إن شاء الله تعالى راح السنوات القريبة توصل إلى 30 40 أو أكثر من 40 مليون. بالتالي يبقى العراق هو قبلة الأحرار، قبلة الإسلام، يكون هناك كل الدول تزحف باتجاه كربلاء الحسين، كربلاء المقدسة. جهود مباركة من هيئة الحشد الشعبي ولكل الجهات التي وقفت وتشرفت بخدمة المولى أبي عبد الله الحسين وزائري كربلاء المقدسة. الشكر الكثير لحضرتك الأستاذ سجاد الأسدي، مدير العمليات في قيادة عمليات الفرات الأوسط، حدثتنا بالصوت والصورة مباشرة من كربلاء المقدسة. وكذلك شكري الموصول للسيد علي الميالي نائب محافظ كربلاء المقدسة. نتواصل وإياكم مشاهدي الأحبة بعد الفاصل، نتابع. شعيرة الأربعين محطة مهمة تدل على وعي الأمة وفرصة التنافس الإيجابي للخدمة. مجددا حياكم الله مشاهدي الأحبة بهذا الملف. أرحب بضيفي الكريم سماحة الشيخ محمد السنجري، معتمد المرجعية الدينية في بغداد. حياكم الله سماحة الشيخ وعظم الله أجوركم. نتحدث عن هذه الأعداد المليونية التي تحيي ذكرى أربعينية الإمام الحسين عليه السلام في كربلاء المقدسة. شلون نفسر هذه الزيادة بالأعداد سنة بعد أخرى، بعد أن كانت التهم توجه ل أتباع أهل البيت عليهم السلام بأنه كانوا مكبوتين من النظام المباد، وأكو سنة سنتين ثلاثة راح يلطمون ويشبعون لطم وبالتالي تتوقف كل هذه الشعائر الحسينية. ولكن اليوم قبل بالملف الأول ضيوفي أكدوا بأنه ستصل أعداد الزائرين إلى أكثر من 24 مليون زائر إلى مدينة كربلاء المقدسة. تفضل سماحة الشيخ. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين محمد وآله الطيبين الطاهرين. موضوع زيارة الحسين سلام الله عليه، أن كل إمام معصوم له زيارة أو زيارتين في العام، إلا أن الحسين سلام الله عليه استبد في الساحة، له زيارات على مدى العام، يعني ليلة الجمعة مثلا، أول رجب، نصف رجب ونصف شعبان، وليالي القدر، وليالي والعيدين، وزيارة العاشر من المحرم وعرفة. إلا أن زيارة الأربعين كما عدها الإمام الحادي عشر الحسن العسكري سلام الله عليه، وعدها من علامات المؤمن، عندما قال علامات المؤمن خمس: إقامة صلاة 51، والتختم باليمين، وتعفير الجميل، والجهر ببسم الله الرحمن الرحيم، وزيارة الأربعين. زيارة الأربعين هل تأكيد عليها وعلى زيارات الحسين مطلقة، وخصوصا هذه الزيارة كما ورد عن الإمام الباقر سلام الله عليه عندما قال مروا شيعتنا بزيارة قبر الحسين. والإمام الصادق سلام الله عليه عندما يدخل عليه الحنان ابن سدير أحد وجهاء البصرة، قال له يا حنان أتزور الحسين كل يوم؟ قال لا سيدي. قال لا أتزوره كل أسبوع؟ قال لا سيدي. قال لا أتزوره كل شهر؟ قال لا سيدي. قال أتزوره كل عام؟ قال قد يكون.
قال له ما أجفاكم بالحسين؟ الحسين يمك وأنت ما تزوره؟ قال له سيدي أنا من وجهاء البصرة والعيون ممتدة علينا، يعني يقصد الجواسيس. فقال له لا، عندما تصعد إلى أعلى السطح وأشر إلى قبورنا بيدك فإن ذلك يصل إلينا. فلذا عندما قال الإمام سلام الله عليه من زار جدي الحسين من بعيد أقصى أو من قريب أدنى فإن لله ملائكة يوصلون تلك الزيارة. نعم. طيب الإمام الهادي سلام الله عليه يمرض، فيقل لأبو هاشم الجعفري هذا البواب ماله أو أحد رجالاته، قال له يا أبا هاشم خذ هذه البودرة، بودرة يعرف الصرة بها أموال، وأعطها لأحد أصحابنا وليزر الحسين وليدعو لي هناك. يقول أنا امتثلت للأمر، ولكن مر علي أحد أصحابنا وهو علي بن بلال، قلت له الإمام يخصك بالتحية ويقول لك أنه هذه البودرة لك وتدعو للإمام عند الحسين. فيقول كأنما نعبر عنه بتعبيراتنا العامية أنه متفتح أو نعم. قال لا أنا أدعو للإمام، شو هذا إمام وذاك إمام، أتباع أهل البيت نعم. سلام الله عليهم سواء عاصروهم أم بعدهم الإيمان واحد. فقال له هذا إمام وذاك إمام، وهذا حي وذاك ميت، وهو الحائر هو يدعو لنفسه. يقول الشبهة دخلت في ذهني، فعندما رجعت الإمام سألني قال لي شفت لنا واحد؟ قلت له والله مولاي شفنا، ولكن هذا أشكل علي بإشكال والإشكال دخل في ذهني. يقول أوردت للإشكال نعم. الإمام تبسم قال لي الذي قال له صحيح، وارجع إلى وقل له كلنا أبواب النجاة وباب الحسين أوسع، وكلنا سفن النجاة وسفينة الحسين أسرع، إن لله أماكن يحب فيها أن يدعى، ومن جملة هذه الأماكن هو قبر الحسين، قبر الحسين والدعاء تحت قبة الحسين. لذا شيخ اسمح لي أنا قاطع حضرتك وأرحب بالدكتور رافد عبد الحسن الباحث الإسلامي ضيفا كرما في الاستوديو. دكتور رافد يتفضل سماحة الشيخ محمد السنجري بفضل زيارة الحسين عليه السلام من البعد بالإضافة إلى الزيارة الحاضرة، ولكن تجاوز محبوه عاشقوه الإمام الحسين بتقديم الخدمة لكل الزائرين. طيب هنا نتحدث عن هدف الإمام الحسين عليه السلام اللي كان الحفاظ على الهوية الإسلامية اللي حاول طمسها الأمويين والحكام المستبدين، إحياء هذه الزيارة بهكذا أعداد هل أزال الخطر عن هذه الهوية اللي استشهد الحسين عليه السلام وأهل بيته من أجلها؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين أبي القاسم محمد المصطفى وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. السلام عليك يا أبا عبد الله الحسين وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. في البدء أحييك أستاذ وأحيي الضيف سماحة الشيخ والمشاهدين الكرام، وأعظم الله أجورنا وأجوركم بذكرى استشهاد أبي عبد الله الحسين وذكرى زيارة الأربعين. ولا شك تمثل الشعائر الحسينية عامة دائرة أو منظومة متكاملة في البعد الروحي والسلوكي في دائرة الشعائر الدينية، وتمثل زيارة الأربعين محور تلك الشعائر الدينية، من حيث تفضل سماحة الشيخ بذكر الأحاديث التي تبين قبر الحسين وزيارة الحسين ونحو ذلك، ونحن نعلم أن الكم المتواتر القطعي السند من الروايات الذي جاء عن المعصوم جاء في شقين، شق اختص في تبيان أهمية زيارة الحسين، أهمية قبر الحسين، أهمية هذه الأمور، والشق الثاني خص زوار الحسين فقط. أين تمثل؟ تمثل في زيارة الأربعين، حيث أن زيارة الأربعين
بالرواية التي نقلها لنا معاوية بن وهب لم يذكر المعصوم القبر الشريف، بل كل الثناء كان لزوار قبر الحسين. اللهم اغفر لي ولإخواني ولزوار قبر أبي عبد الله الذين أنفقوا أموالهم وأشخصوا أبدانهم رغبة في برنا إلى نهاية الحديث، حتى يقول معاوية: جعلت فداك. والله لو أني سمعت هذا الدعاء على رجل لم يعبد الله لقلت أن النار لا تمسه. فقال له المعصوم: أن من يدعو في السماء لزوار الحسين أعظم. وين هذا؟ في زيارة الأربعين فقط. هنا يجب أن نلفت انتباهنا، المعصوم يقدم لنا روايات على قبر الحسين وزيارة الحسين وفضله، وأيضا يفرد للأربعين دون غيرها فضل زوار الحسين. إذن هذا الإصرار من المعصوم، وكما قلت جنابك، له أبعاد كثيرة نراه تجسد بشكل واضح وخلال هذه السنوات الأخيرة، أن شعائر الحسين وزيارة الأربعين تحديدا رأس الرمح في الصراع مع كل الأفكار والمدارس والاستكبار الذي يريد أن يضرب قيم الإسلام وتعاليم الإسلام، حيث رأينا بشكل واضح وجلي أن شعائر الحسين، أن زوار قبر الحسين، أن هذه الملحمة التي نراها اليوم ويراها كل العالم، وقطعا هي فعل السماء، مهما حاولت العقول أن تفكك هذه الظاهرة التي تحدث لن تصل إلى نتيجة، كون أن الفعل سماوي، ولكن الأدوات بيد هذا الشعب وبيد هؤلاء الشيعة الذين كلما ارتبطوا بالمعصوم كلما ازدادوا قوة، كلما ارتبطوا بقبر الحسين كلما ازدادوا عزة وقوة، وجعلتهم السماء أهل للتصدي لمن يريد أن يحارب الدين، وهذا ما نرى واضح. اللي تفضلت في سؤالك، أبدا الخطر لن يزول، ولكن التزود للمواجهة يتمثل في مثل هذا اليوم. حسن عن الغذاء الروحي المتأتي من أداء هذه الزيارة لمواجهة التحديات والصعاب، محطة الأربعينية هل هي كافية للتزود بمبادئ الصبر والتحمل والتأمل في قيم التضحية اللي قدمها الإمام الحسين عليه السلام؟ نعم، أولا الأحاديث الواردة عن أئمة كما بين جناب الأستاذ حول الأدعية التي مر بها الإمام الصادق، اللهم ارحم تلك الخدود التي تقلبت على قبر أبي عبد الله، اللهم ارحم تلك الصرخة، الله، هذه كلها الأدعية لزوار قبر الحسين. وبذلك عندما يقول الإمام الصادق سلام الله عليه: من خرج من بيته قاصدا إلى زيارة قبر أبي له بكل خطوة حسنة وترفع له درجة وتمحى عنه سيئة، هذا الازدياد أو الانشداد الروحي لما بذله الإمام. الإمام تدري أكو مواقف حقيقة، لما يقول رأى الجيش بكى، اجت زينب سلام الله عليه، وزينب كما يصفها الإمام السجاد أن زينب سلام الله عليها قالت زينب قال لها: أنت عالمة غير معلمة وفهمة غير مفهمة، ولكن قالت له: يا ابن أم ما عهدتك تبكي عند الخطوب. قال لها: أخي ما بكيت لنفسي، وإن كنت لا أحب لها تلفا طرفة عين، ولكن أبكي على هؤلاء يدخلون النار بسببي. ولذا ماذا يقول؟ ورأيتك النفس الكبيرة ولم تكن حتى على من قاتلوك حقودا، وعلم أنك نائل ما تبتغي حتى وإن يك شلوك المقدودا، ظنوا بأن قتل الحسين يزيدهم لكنما قتل الحسين يزيدا. هذا اللي خلانا أن نقول أن يوجد هناك منطقان، هل منطقين؟ أحدهما منطق للتأريخ عندما يقول الحسين قتل يوم العاشر من المحرم سنة 61 للهجرة،
المنطق الآخر هو عندما قال، عندما خرج قال: من لحق بنا فقد استشهد، ومن تخلف لم يبلغ الفتح. شنو الفتح؟ وإن الموت أقصر قيد باع بأن يغتال فكرا واعتقادا. الكعبة لما ضربت بالمنجنيق ما مات الفكر ولا ماتت الأرض، إنما بالعكس. كذلك أن الإمام الحسين سلام الله عليه هو عندما ربح خسر، هو جده عاش 63 وأبوه 63 وهو عاش 57، يعني خسر حفنة من السنين ولا تطول الأعمار، كما يقول قد تطول الأعمار ولكن لا، ويضم الأمجاد عمر قصير. فملك الدنيا من أولها إلى يوم القيامة بهذه التضحية. وش قد هو طلع يوم الثامن بعد بإكمال الحج يومين أو ثلاث، حولها إلى عمرة مفردة، ها، لأنه قال أنا سمعت أو علمت بأنه جهزوا 30 مسلح سيوفهم تحت الإحرامات، أقتلوا الحسين ولو كان متعلقا بأستار الكعبة، لأنه سالت الدماء من عبد الله بن الزبير بالكعبة. فإجاء النداء الغيبي قال له: إن احترمت بيتي لأجعلن قبرك كعبة للمؤمنين. هذا الانشداد. شو الأئمة هذا الجانب، بينما الجانب الآخر، لأنه شو الحسين فكرة وموقف وعبرة وعبرة ودمعة، ها، لكن الجانب الآخر أرادوا بكل يعني جددوا الأقلام. نعم. إنما ابن العربي قال إنما الحسين قتل بسيف جده، و جندوا السجون وجندوا الأموال وجندوا القتل بسبب هدم القبر 5 مرات على زائري الحسين. إذا أكو قذر بالتاريخ هو المتوكل، هذا جعفر المتوكل قال كل الطلاب تجينا بالقبر الحسين، فإذا عمد أن كل 1000 يزورون الحسين يقتل 1، ها، وسأل بعد مرور مدة قالوا لزيارة عادية، قال قللوا العدد، كل مئة سأل قالوا العادي سوى، قال 10، بعد 10 كلمة يقول أنا، قال غيروها أن تقطع اليد اليمنى، يجي الزائر مرة أخرى يقدم اليسرى يقول أريد اليمنى، يقدم اليمنى مقطوع، إلى أن ضرب، لأن كان الغرابة المالية 100 دينار، 100 دينار ذهبي دميري صاحب حياة الحيوان، يقول كان الدينار 10 دراهم، الدرهم 6 دوانق، الدانق يشغل العابل من الصبح الليل، كان ينادى على 60 رطل من اللحم بدرهم 1، الرزم الرقم الوزني للرطل 454، هذا كله يعني يدل على تماسك أو تمسك الشيعة آل البيت بزيارة الأربعين أو زيارة الحسين عليه السلام بصورة عامة. ولكن رغم أن الحسين عبرة وعبرة ومنارا للأجيال دكتور رافد، اليوم زيارة الأربعيني أصبحت رسالة اتصالية لكل العالم. لاحظنا أنه موكب بني عامر مظهر جدا جميل بين الحرمين اليوم، وأظهر فد صور للآيات القرآنية والسور القرآنية قصار السور. ولكن ما لفت الانتباه وأود أسأل حضرتك عنه، هي صورة معبرة عن القرآن وآيات اختيرت بعناية تدل على خلق الله ذكورا وأناثا. استغلال هذه المناسبة بالرفض لكل ما يخالف الفطرة الإنسانية، ونتحدث هنا عن الظواهر الشاذة التي برزت مؤخرا. استثمار قطعا، هذا الذي أراده الإمام عليه السلام من حثه على زيارة الأربعين. في الزيارات العادية يحتفظ الإنسان في هويته، كما موسم الحج في العمرة وغيرها كل يحتفظ بهويته. في الزيارة الأربعينية تسقط كل الهويات ويتمثل الجميع بهوية واحدة اللي هي هوية الإسلام. وهذا يعني أن زيارة الأربعين والتي رأيناها اليوم واللي قدمت حضرتك من مثل أو نموذج لنماذج كثيرة رأيناها خلال هذه الأيام، أظهر بشكل واضح وصريح أن من هنا يبدأ الصراع ضد كل الأفكار والنظريات والدول التي تريد سلخ الإنسان عن قيم السماء وسلخ المسلم عن قيم الإسلام. حيث الرفض الذي عبر في هذه الأيام من خلال زيارة الأربعين والتي رآها العالم أجمع، أن هذا الشعب
وهؤلاء شيعة أهل البيت والمسلمون عامة كلهم مهما حاول المقابل أن يستدرجهم إلى مآربه يجمعهم الحسين. هذا من جانب. من جانب آخر هي قضية الشاب. خلال سنة رأينا كيف يعمل المستكبر وأدوات الإعلامية في سحب الشاب إلى مآربه وإلى ما يريده. وإذا بالحسين عليه السلام يعيد الشاب من جديد إلى ساحة السماء. اليوم الشاب في الموكب، والشاب في الخدمة، والشاب في الزيارة، والشاب يحرس الزوار، والشاب يخدم الزوار، وهذا هو الشاب المسلم، هذا هو دوره. إذن اللي تفضلت به وما رفع اليوم رسالة واضحة للعالم أجمع أن هذا الشعب متمسك بقيمه، هذا الشعب متمسك بدينه، هذا الشعب متمسك بفطرته الإنسانية. إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل. أما المجتمعات التي انسلخت بل فرض عليها جبرا أن تنسلخ من فطرتها الإنسانية، اليوم ترى الحصانة من خلال زيارة الأربعين، ترى الإنسان الحقيقي المتمثل بالرجل والمتمثل بالمرأة. اللي تفضلت به سلاح زيارة الأربعين في مواجهة الأعداء ليس اليوم، ما صنعه الأبطال المقاومون في جنوب لبنان العزيزة وطرد الصهاينة إنما من بركات زيارة الأربعين. ما قام به شباب العراق ورجال العراق ونساء العراق من خلال تلبيتهم للفتوى الفاضلة، فتوى الجهاد الكفائي لسماحة المرجع الأعلى، تجسيد أن النصر تحقق إنما من قيم زيارة الأربعين وشعار الإمام الحسين. وكلما رفعت راية الحسين في الحروب نرى ذلك الجيش ينكسر وتبقى راية الحسين مرفرفة. إذن زيارة الحسين والأربعينية نتزود منها الشجاعة، نتزود منها القيم، نتزود منها الإيثار، كل شيء نتزود كما في شهر رمضان، حتى تصل الروح إلى مستوى أن تكون بمواجهة الأعداء كأصحاب الحسين. والله لقد خبرتهم وخبروني فما وجدت منهم إلا الأشوس الأقعس، يستأنسون بالمنية دوني استئناس الطفل بمحالب أمه. كيف يصل لنا هذا الخطاب؟ من خلال التصاقنا بقبر الحسين، من خلال زيارتنا لقبر الحسين، من خلال هذه الملحمة التي يذوب فيها المسلم تحت هوية واحدة، يترك هويته القومية والعنصرية والطائفية والقبلية وينتمي للحسين. قطعا ستزيدنا السماع عزة. رأينا في اليمن والأولئك المجموعة الذين كانوا مصداق لقوله سبحانه وتعالى، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. من أين؟ من قيم الإسلام وقيم الحسين تزودوا. وفي العراق وفي لبنان وفي كل بقاع الأرض ترفع راية الحسين مكتوب لها النصر. وهنا اليوم الصراع عن الأجناس بين هذه القيم وبين ما يريده الآخر والغرب من أن يجرد الإنسان حتى من فطرته الإنسان. سمحت الشيخ، يتفضل الدكتور رافد عبد الحسن بهذه المقومات لاستدامة الزيارة، زيارة الحسين عليه السلام، عندما منذ أن خبر الحسين أصحابه وأصحابه خبروه، نتحدث هنا عن هذه التراصف في الجنسيات، كان أصحاب الحسين من أجناس وجنسيات متعددة، واليوم أيضا زوار الحسين الذين يحيون هذه المناسبة هم أيضا من جنسيات كثيرة وكبيرة، هل يمثل هذا الموضوع إقبال كبير من قبل دول كثيرة؟ هل يمثل فرصة لترسيخ العلاقات والوصول إلى الأهداف الكبيرة اللي يتعاضد عليها المسلمون للوصول إلى غاية المرام، رغم أن هذه المناسبة مناسبة دينية لكن بذات الوقت هي حركة اجتماعية؟ نعم، أولا عندما وصف القرآن النبي صلى الله عليه وآله بأنه رحمة للعالمين، وبما أن الحسين سلام الله عليه عندما وصفه رسول الله صلى الله عليه حسين مني وأنا من حسين، يعني هو معروف الحسين مني يعني سبطة ابن بنته، لكن أنا إحنا بمعتقداتنا أن الإمامة لا تنفك عن الرسالة إلا بالوحي فقط وإلا امتداد للرسالة، فلذا أن الحسين سلام الله هو نفسه دعوة
النبي صلى الله عليه وسلم بجمع المال. وأنا أتذكر لتشرشل عندما قال في مجلس العموم البريطاني: نحن لا نستطيع اختراق المجتمع الإسلامي وخصص المجتمع العربي ما دام متمسكا بثلاث، أوله ترى حرق القرآن، وشيء جديد هو أول ما بدأ قال القرآن ما دام قد تمسكوا بالقرآن، والثانية كل موسم حج تأتي الشبهات والإثارات بأنه أنتم ليش رايحين لغات، طوفوا على أبواب الفقراء، وكأنما هاي أمريكا اللي هي أكبر دولة وأغنى الفقراء ذاك اليوم صارت بها إعصارات، كيف أنه هجموا على المحلات وعلى الدور. ها، والحسين، وإنما الحسين هو أحد الثلاثة الركيزة التي يرتكز عليها الدين، لأنه إن كان دين محمد القول الذي كما قالوه بنيابة عن أو لسان الحال، إن كان دين محمد لم يستقم إلا بقتلي يا سيوف خذيني، وعندما هو آخر اللحظات عندما قال صبرا على قضائك يا رب لا معبود سواك، تركت الخلق طرا في هواك وأيتمت العيال لكي أراك، فلو قطعتني بالحب إربا لما مال الفؤاد إلى سواك. إذن العملية هو الإسلام. إحنا دائما أكو شبهة، وشبهة خصوصا لأعداء الدين وخصوصا دواعش والسلفية اللي هم أعداء أو النواصب بالأحرى، لأنه عندما يقول أنتم تقيمون وزنا للحسين بأكثر من النبي وأكثر من علي بن أبي طالب، الرد عليهم هو رد علمي، كما يقول إن التسلسل رتبي، بقوا أفضل من النبي صلى الله عليه وعلي بن أبي طالب عندما يقول إذا ألمت بنا اللائمة لذنا برسول الله، وهذا علي بن أبي طالب قالوا له أنت ليش أنت رقيت كتب النبي، قال ويلكم ما استطعت حمله إنه فيه ثقلان، ثقله وثقل النبي ثقل النبوة. فلما رحل والتحق بالرفيق الأعلى النبي بقية الوراثة آية المباهلة وآية المودة والكساء، لذا سمي زيارة الأربعين بزيارة المودة، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة. فلما رحل النبي بقية الميراث وين؟ بالأربعة. وعندما رحلت الزهراء بقي الميراث بالثلاثة، وعندما رحل علي بن أبي طالب بقي بالاثنين، وعندما رحل الحسن بقي الميراث كله متمثلا بالإمام الحسين. لذا يوم العاشر ماذا قالت زينب؟ اليوم مات جدي رسول الله، اليوم مات جدي أبي أمير المؤمنين، اليوم ماتت أمي الزهراء، اليوم مات أخي الحسن. إذن ومن هذه الخلاصة سماحة الشيخ نقول السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين عليه السلام. الشكر الوفير لجنابكم سماحة الشيخ محمد السنجري معتمد المرجعية الدينية في بغداد، ضيفا كريما في الاستوديو، وكذلك الدكتور رافد عبد الحسن الباحث الإسلامي ضيفا كريما في الاستوديو. أثريتما الحوار وزاد الله هذه الكلمات في ميزان حسناتكم. شكري موصول لكم مشاهدي الأحبة على حسن المتابعة، في أمان الله.